احنا عندنا المتحرش انواع وحسب المراحل السنيه. في مرحله واحد بيبدا التحرش من هو صغير، طفل بيتحرش بزمايله، بيحصل طبعا. ده هتلاقي فيه عنده حرمان عاطفي في الاسره، اسره بتعامله وحش فبيبدا يتحرش باصحابه. لا تعالى بقى من اول مرحله المراهقه بيبدا التحرش ده، هنا في قبل سن ال 15 عنده عدم تواصل مع اسرته، قلنا كوندكت ديس اوردر. بعد كده لا ابتدينا ندخل في شخصيه مضطربه مضاده للمجتمع، سيكوباتيه فيها سلبيه، فيها لا مبالاه، عدم اهتمام بتصرفاته، عايز كل رغباته يحققها دلوقتي، انا عايز دي دلوقتي. الاسره اللي هي بتديله القيم والاخلاقيات والمثل العليا ما عطتهالوش. بس نفسيا مش بيخاف يعني، جبان يعني. دايما المتحرش او في بعض الاحيان مش عايز اقول دايما، هو اللي صوته عالي، فالضحيه بقت هي اللي بتخاف عشان هو جبان، هو بيخاف الاول. بصي احنا دايما زي ما قلت لك هي ليها تقسيمه. المتحرش دايما بيبدا يرمي السناره بتاعته ويشوف رد فعل الضحيه. لو لقي منها صوت عالي او رد فعل عنيف يبدا هو بقى يتعلي صوته، ده يوضح لك مدى خوفه. الصوت العالي مش معناه قوه، الصوت العالي جم خوف. كان في ماكرايل بتاع امريكا النائب الرئيس الامريكي سقط في الانتخابات هو والرئيس بتاعه عشان كان صوته عالي في المناظره. قالوا ان ده خايف ومش هينفع، ضعف موقفه يعني، ده شيء يذكر يعني. لكن هنا بنقول الشخصيه السيكوباتيه هي جبانه وهي عايزه تحقق تحرش، لو لقي رد فعل عنيف من الاول، وده بقول دايما من الاول، ما هو بيبدا الاول بكلمه، بلمسه، بابتسامه معينه، لو البنت سكتت هو بيكمل. نيجي بعد كده في تحرش بيبدا نهائي من سن فوق الـ40 يعني، نجيب التاريخ، الراجل ده ملوش اي تحرش سابق. طب وده دليل على ايه؟ اللي بيبدا متاخر كده، ده تدوري بقى في سبب عضو في المخ. في المخ؟ في المخ. بمعنى ايه؟ ممكن يكون عنده اعمى الرنين، ممكن يبقى فيه ورم اما في الصدغ الفرونتال لوب او في الاوكسيبتال. وهو الورم ده يخليه يتحرش؟ بيعمل له اضطرابات جنسيه.